اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي بيخطر كاف برؤيته واقتراحاته من اجل الكره الافريقيه. ارسلت اداره النادي الاهلي صباح اليوم خطابا للاتحاد الافريقي لكره القدم تخطره برؤيه او تخطر فيه الاتحاد الافريقي برؤيه النادي الاهلي واقتراحاته التي اعلن عنها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره في مؤتمر الصحفي امس الاول، وذلك ليستفيد الجميع من الأحداث السلبية التي واكبت إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد، وحتى لا يتكرر مثل هذه الأحداث مرة تانية. وقبل أن يسرد النادي اقتراحاته في الخطاب، أكد على أن التعديل والتطوير هي حق ومسؤولية كاف، ولكن المصلحة العامة للكرة الإفريقية تستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية. وتمثلت رؤية النادي الأهلي في النقاط التالية: أن يعود الدور النهائي للمسابقات الإفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية لنظام الذهاب والعودة، لأن فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح. أوروبا تختلف كثيرا عن إفريقيا، ووسائل الانتقال في قارتنا صعبة ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا. لا توجد تأشيرة سفر موحدة لكل الدول في إفريقيا، بل الحصول على التأشيرات في قارتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير الإفريقية. أيضا لا يوجد عملة مالية موحدة للقارة الإفريقية، على العكس في أوروبا مسافات أقل بكتير الحقيقة بين الدول، ووسائل الانتقالات عديدة، ولا توجد كل المشاكل التي تم الإشارة إليها. حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الإفريقية بنظام المباراة الواحدة، تقتضي الشفافية أن يقوم كاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وتحفظ حقوق كل الأطراف، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل. أن يدرس كاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الإفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة 5 سنوات حتى تحصل بقية الدول الإفريقية على فرص مماثلة. وأن يقوم كاف بدعم ومساعدة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها. تطبيق تقنية الحكم الفيديو في كل حكم الفيديو المساعد في كل أدوار البطولات الإفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة، وإفريقيا ليست أقل من أوروبا. أن يقوم كاف بإعادة صياغة اللوائح الحالية لتكون حاسمة ولا تحتمل أكثر من تفسير، علما بأننا ندرك أن هذه مسؤولية كاف، ولكن التعاون يستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كافة الأندية. أيضا دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من كاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة، لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول حاليا وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة إفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات والإقامات ومكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وعلاج المصابين.